أضواء على العادات والتقاليد ببلاد جريد هو عنوان التظاهرة الثقافية التراثية التي احتضنها المركب الشبابي بالمرسى يومي 6 و7 من مايو الجاري في إطار التعاون بين المركب الشبابي بنفطة والمركب الشبابي بالمرسى. قناة الجنوبية واكبت هذه التظاهرة لتنقل لكم أجواء احتفالية وعادات جريد وتقاليد أهاليها في نفطة وتوزر على وقع أنغام القصبة والزكرة والطبلة الجريدية التي تثير السواكن وتنعش الحضور. كانت المشاركة نتاعي ضمن فعاليات أضواء على التقاليد ضمن التبادل الشبابي بين دار شباب نفطة ودار شباب بالمرسى، فرصة طيبة أن نتبادل التجارب الفنية ضمن هذا الفضاء والملتقى ضمن الأضواء، ونعرف زادة بالجهة وخاصة الموروث الثري في الجهة اللي تميز به الجريد، خاصة منطقة الجريد. وكانت لي مشاركة نوعية مميزة في النقش على البلور كاختصاص نوعي أبرز به الفن الطابع الجديد هذا. السلامة مدام. الله يسلمك، مرحبا بكم. أنت أصيلة مدينة نفطة؟ أي، من ولاية توزر أصيلة مدينة نفطة. جيت باش تشارك في التظاهرة هذه باش بشنو؟ الشيء اليدوي بالمرقوم وبالكليم وبالفراشية بكل ما يخص النسيج اليدوي، مفروشات أرضية وحائطية والأغطية. صناعة تقليدية يدوية. الصناعة هذه تعلمت على جديتي وعلى يما، وبقنا نتوارثوا فيها من واحد لواحد. غادي هذيك هي الخدمة اللي عندنا احنا غادي في البلاد، كل نسيج يدوي، حرير، جبل، برنوس، الفراشية، كل ما يخص الملبوس الرجالي والنسائي ومفروشات أرضية والحائطية. هذا مثلا شنو؟ هذا يكلي، هذا كلي، هذا منسوج يدوي، هذا ينقصوه طريف طريف وننجو، هذا من الواحد، وهذا من الصوف. هذا أنا من الصوف، هذا من الصوف الأصلي كنا نعدو فيه فراشية، ودخلت أنا عليه هذا طعمة الفراشية، دخلت عليها أنا نسيج حطت الكليب باش تبان معناها حاجة جديدة على الموديل القديم. شنو يستعملوه هذا؟ مفروشات أرضية تحط في شامبر دي زانفون دي بارون، يتحط في لونتري، في
وين تحب توظفه توظفه ويتغسل ويتنشر ما يجلى شيء ما ينصلش الى الوان نتاعها تقعد طبيعيه منسوجه ننجوك الفص منك الفص منه معناها حاجات قديمه زمنيه تقعد كيف ما هي زاد وتعيش معك سنين سنين. احنا عندنا حاجات النحو مثلا البرنوص النحو للراجل كي يجي باش يعرس يقعد لين يولي جد ويقول لك هذا نتاع برنوص جدي بالوراثه. النحو الحولي للمراه كي يجي باش تعرس تقعد لين تولي بنت بنتها باش تعرس تقول هذه انا روح حولي جداتي. كيف تشوفوا المعرض معناها الخاص اللي هنا اللي انتم بحذاه تو هيك هو المعرض الخاص بالاعلام الجريد وادباء وشعراء الجريد. كما تعرفوا الجريد معروف برشا بالثقافه ومعروف بالشعر ومعروف بالادب خاصه بما فيهم برشا ادباء نذكر مثلا بشير خريف مصطفى خريف العلامه خضر حسين عندنا كيف كيف مصطفى خريف محي الدين خريف وبرشا شعراء مازالوا موجودين فهمت والكتب نتاعهم قدامكم تنجموا تطلعوا عليهم فهمت. مرحبا بكم في التظاهره هذه. احنا نمثلوا الصناعات التقليديه بالنسبه للحزوه اللي تمتاز بنوعيه الصناعه التقليديه الكم الهائل للحرفيات الموجودات فيها. نخدم بالمأكولات والمفروشات والملبوسات كل شيء تلقاه عندنا حتى الاستعمالات اليوميه اللي عندنا نخدموا البرنوص والجبه والفراشيه والكدواره والقشابيه ونخدموا الطربوشه نخدموا الحزامات نخدموا الحاجه اللي نمتاز بها اللعاب العرائس هي اللعاب الصغار هي العرائس والجمال ونخدموا في الحزامات نتاعنا هذيك كلها حرف يدويه نخدموا هذا الحزام نتاعنا احنا على الشكله هذه الاصليه الشكله هذه نخدموا صغرنا فيه وعملنا هذه باش تلبس في اللباس اليوم معناتها اي مراد قد تلبس الحزام هذا. نخدموا في الحرف اليدويه هو التطريز على القماش اللي هذه اسماء الله الحسنى. نخدموا الفليج نتاعنا اللي نعملوا بها الخيمه نعملوا منها الكوسانات نعملوا منها المخالة هذونا مخالة تتلبس ساك ولا نعملوا بها استوشيات هذونا. وكما عندنا التمر نتاعنا اللي تمتاز بها ولايه طوزر التمر نخدموا بها نحشوه نعملوا منه الرب هذا نعملوا بها معجون التمر اللي هو دواء ليسر امراض معناتها احنا نمتازوا به في حزوه. هاو التمر هذا معجون تمر ساك ما فيه حتى شيء هذا وهذا معمول بالحبوب هذا الكحول نتاعنا نخدموه بالنوا التمر صالح معناتها حتى الدواء للعيون. هذه الحايه هذا تخدموه الحرفيات هذه من معتمديه نفطه. الله يعينك. الله يسلمك. جيت تزور في المعرض اليوم؟ انا جيت نزور في المعرض انا ولد المرسى وجيت من البحر تعديت نشوف فيه المعرض. معرض نفطه معناها شنو رايك تو في المعروضات نتاعك؟ والله باهي نكتشفوا برشا حاجات واحد خرق العاده ما يعرفش برشا حاجات اكلات ما يعرفهاش. احنا جينا من الجنوب من ولايه تزر احنا نفاطه من ولايه تزر عندنا الاكله هذه وانا الشخشوخه هذه وانا هذايا رقاق هذا يتكون من الدقيق وطيب رقاق رقيق نعملوا منه شخشوخه نعملوا منه ناكلوا بالسكر ناكلوه حتى ورقه كاكا يتكل باه. عندنا البركوكش الضاي بركوكش بليدنا زاد يطيب في سبع لحومات تعملها اللحم اللي تعمله له كل يقبل عملها كل شيء حمص وفوله ودبشه وكل السردينه وكل هذه زريك هذه زريقه بالمكسرات نعملوها حتى العروس الاكثريه نعملوها في العرس للعروس نعطوها كي تعرس عروس ندوها لها دار باباها بعد نهار اللي تروح العروس ومن غدا ندوها لها قصعه تعود مليانه بك الزريقه هذيك بالمكسرات الكل ومتعود مزينه ندوها لها دار باباي. بكري كان يعملوا فيه جدودنا وجداتنا العرايس للعروسه وتو اندثر تو هيك ولت رجعت هنا متطوع باش تلبسها صبيه وتلبسها
المرأة في المناسبات، عملتها تعليقات، عملت برصديات، عملت تعليقة للكرهبة، متكون من المحلب، من عود قرنفل، من الروايح، من الزبد، والروايح القوية الزيوت. هاي ديما فاوح، يبقى فاوح. هذا نتاع العروس حكايه بك يعملوه، ما تروح عروسه كان بي. نخدم في الزربيه نتاع الجريد، هذه كل ما يخص النخله، التيق والصباط والقنو، عندنا نتاع الشمروخ نتاع الدقله، عندنا كل ما يخص النخله، تثمين فوض النخل، تثمين منتوج النخل كل عندنا. نخدم الكفاف، السمار، الزرابه، الحصر، كل ما يخص النخله. النخيل هذه في لا عندها اسمين، هي اسم قبل ما تنح واسم بعد ما تنح. اسمها كي تبدا في النخله ما زالت خضراء، اسمها الكرشف، وبعد ما تنح يولي اسمها الكرنف. باه كتيبس، كتيبس تولي في لا يتبدل الاسم، كي تبدا في لا ما زالت خضراء عندها اسم، وكتيبس يولي عندها اسم. كي تخدمها انت كي نخدمها انا في لا انا نعمل عليها بيوغرافير الطبع المعماري نتاع ولاية توزر ككل. نخدمو توسكي كيف شفت لهنا، النقش نتاع الأجر المحلي نتاع مدينة نفطة، نجسده على الكرشف. شنو قاعد تعمل انت بالضبط؟ تو فني قاعد نعمل في بوليساج، فني بوليساج علاش هي فني كونترال هنا فني كيفاش فني ترى لهنا يفني لا مازالت حرش، كي تخزر لهنا تولي فني لا تولي فني لا فينو تولي حاجه فني لا هي اش تولي في النهايه في النهايه هاي هاي ترى كيفاش تولي. ها وعندك موديل اخر غادي فني لا زاد فني كيفاش تولي ونروجوا فيها. هذه في الموديل هاي دي نروجوا فيها، هاي الاجانب ياخذوا فيها الاجانب بصفه كبيره فني لا. علاش اللي جينا النفطه يحب يخلي معناها باش يقعد لها تراس، يهز الحاجه هذه علاش ترمز لا هذه بصفه فني لا معناها بصفه مباشره يذكر المنطقه اللي مشالها. علاش منطقه الجريد معروفه بالاجر المحلي، الاجر فني لا القالب نقولوا احنا في الجنوب القالب، ما تلقى فيه ما تلقاش حتى بلاص. معناه كي يرجع فني يشوف يخسر القطعه ذيك يعرف انه مشى فني في يوم ما النفط. تعيش منها بالقدا المهنه؟ والله يحمدون انا فني خليني نعرف باسمي فني لا. انا اسمي كمال بوقر، خريج معهد العالي فنون حرف مهديه. الحرفه ذي قلت لك بدات عمري 14 عام، وصلت في الحرفة هذه لأن فني لا هزيت الباك وفني لا وكملت في تعليم عالي، والحمد لله فني لا عايش منها ولاباس الحمد لله. تشجع الشباب باش يعملوا كيفك؟ نشجع الشباب، نشجع مش معناها نشجع باش يخدم باش يعمل مشروع، مش كان في الحاجة دي في أي دومان نشجع. مي هذه أنا نحب نخلي التراث نتاع جدودنا اللي نحافظ عليه، وماذا بيا انايا يبدا عندي شكون نعلمه باش بني لا كي نمشي انا بني لا يبدا يقعد غيري. السلامة مدام. الله يسلمك خويا. وشنو هي هذه اللي تعمل فيها؟ هذه هي مطبقة، يقولوا لها خبز حائر. مطبقة نتاع شنو؟ نفطة؟ اي نتاع نفطة. باش تعملوها؟ نعملوها بالبصل والثوم كروية وفلفل أكحل و اللي هي الزيت وطماطم وزينة.
اي هكا هو. اما الختوم الرسمي تاعها كرويه وتابلو كرويه وثوم. معناها اكله يوميه ولا كيفاش؟ اكله شعبيه نتاعنا هذه. اي هذه نعملوها هيك يجينا ضيف عزيز نفرحوا به نطيبوها له، معروفه في نفطر. عادل خصومة هو فنان شعبي ورث المهنة عن والده ليحافظ على تراث أبائه وأجداده، بل أخذ على نفسه عاتق المحافظة على آلة القصبة التي ناهز عمرها 70 سنة بالتمام والكمال. إنه العشق، عشق التراث والاعتزاز بالأصالة والتقاليد. سي عادل مرحبا بك. وحتى كنت سي رضا مرحبا بك وشرفتونا ونورتونا. انت يا اصيل مدينه نفطه واليوم عندكم عرض في المرسى. في المرسى شهر التراث مع دار الشباب بنفطه، مع دار الشباب بالمرسى، عمل مشترك. لو كنت تعطينا فكره على انواع القصبه. القصبه هذه سي رضا عمرها ما هي مولوده عام 56 تولدت. فهمت سي رضا؟ هذه كانت عند الوالد غدرها 2011 من عام 56 ولسه تحفظت عليها في الخزينة بقت ما توسع. كل ساعة هكا في مناسبات نجبدها في متولاه نعمل بها فصيلات كما نحكوا. دخلت التراث. دخلت التراث نعم دخلت التراث مع عام 56 أحسن من 56 ل 2023 ما شاء الله راه. كيفاش السر ان قاعده محافظ عليها هكا؟ شنو اللي قاعده تعمل لها من صيانه؟ عندها ارشيف كبير برشا، هي هذه القصبه هذه عندها ارشيف مع الوالد. فهمتني؟ خلى الحان اللي هي مش موجوده في الاسواق اصلا. فهمت؟ هو كل واحد عنده كل عرش كما نقولوا عنده اللحن نتاعها الخاص. اما ثم الالحان هذه اللي خرجتها القصبه هذه ماهيش موجوده في السوق، حتى اذا كان ذم راهي مشابهه. فهمتني؟ راهي مشابهه بركه. فهمت كيفاش؟ وكل قياس يعطيك النغمه نتاعها، القصبه دي تعطيك نوع، القصبه الاخرى تعطيك نوع، فهمت كيفاش؟ كل حاجه تعطيك حتى البط مش كيف نتاعها. انت مربيها على فن 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 توزر ولا على الفنون الكل؟ لا 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 على التراث. التراث بصفه عامه. التراث بصفه عامه. التراث بصفه عامه. بصفه عامه. اما خدمه التراث توزري اكثر منه الجريده. نعم؟ ما تخدم التراث الجريدي اكثر. نتبع البدوي، نموت على البدوي، معناتها قلبي في البدوي، مخي بدني وكل شيء لحمي كنسمع، لكن سمعت لحن ومن بعيد سي نوزوز هكاك. ايش عندك تو في الميدان؟ اكثر من سيسات هذه نحولي السيسات وحطولي الزكره والقصبه. في الحليب نزل في الحليب اكثر من الحليب من غد. سعاد الخصومه كان تعرفنا بروحك اكثر. عاد الخصومه اصيله نفطه، نعزف على الذكره على القصبه نزيدوا شوي نتاع وسع بال. صاحب فرقه صاروريه شعبيه عادات وتقاليد اهل الجريد. الفرقه فيها الذكره فيها الطبله فيها القرابيله فيها استنبالي سيدي مرزوق العجمي بنفط. نفطة معروفة وتوزر معروفة معناها برجالها معناها. معروفة بكل شيء من الشعراء من الأدباء كل شيء موجود في الجريد. أحمد عامر من غادي من نفط. أحمد عامر. الله يرحمه. أحمد الله يرحمه سي أحمد عامر. أي نعم. محمود العرفاوي من توزر. محمود العرفاوي من سداد. من سداد الله يرحمه والله يغفر له إن شاء الله ربي يخف عليه تراب الطريق إن شاء الله. آمين. والله شوف سي رضا بصراحه ناقصين. راني داير وزاره الثقافه باش تدعمكم. يا خويا ماذا بينا وزاره الثقافه تسولها بينا شويه في ربوع الجنوب الغربي، راهو ربوع الجنوب الغربي. فهمتني؟ راهو السايح كي يجي راهو ماشي جاي يشوف كياساش يتعدى، يشوف عنق الجمل، يشوف الكرباي، يشوف الواحه، فهمتني ولا؟ انتم منبع التراث. اكثر من منبع من غادي. اكثر من شوف خابية نفطة ولاية توزر كاملة خابية وقاعدة راكحة. هذا نداء لوزارة الثقافة باش تهتم بكم أكثر. تولها بينا شوي. تو الوليد هذا اللي معاك شنو يعمل بالضبط في الفرقة؟ هذا نورت الفرقة. هذا سي محمد مادي. هذا في اسطنبالي يخدم اسطنبالي. هذا جده قبل
يطلع الكرساج كما كنا نحكوا بليك على مهرجان في مهرجان كرساج للافتتاح، وهاو شد المخذ الله صلى الله عليه بسبع في عام عازل في مدى ولا ويشوفوا ان شاء الله في كرتاج معاك. نعم ان شاء الله، لا لا نشطوا بالقدا وقاعد يتعلم قاعد يتعلم وشو يبدا عندي برنامج يقول لي عمي عادي نحب نمشي معاه، نقول له هاي ما نضيعش يقرا على فكره فهمت ولا ما نضيعوش على قرايته فهمت. تو جيت من المكتب وجيت باش تعمل عرض هنا؟ لا انا عرض سويت ما نقراش. مرتاح ولا عملت حسابك؟ اي انا قسم هي الف انا مدرسه 2 مارس في القطعاي القطعاي تبع نفط. ايه ايه اسطنبول تلقى روحك بالكدا ما تفرها. ايه ايه اسطنبول شنو تعرف يا اخي في القرايه ايش تعمل؟ تعمل مطالعه تعمل مسرح تعمل دعم. مشيت كنا نهار التوز في مندوبيه عملنا مسرح. المندوب الجهوي للصناعات التقليدية بتوزر أكد بدوره على أهمية المحافظة على التراث والعادات والتقاليد وتثمينها من خلال دعم أصحابها. طبعاً في إطار احتفالات ولاية توزر بشهر التراث بالشراكة مع مختلف الأطراف المتداخلة، مركب الشباب بنفطة ينظم التظاهرة هذه بالمركب الشبابي بالمرسى، شارك فيه مختلف الأطراف المتداخلة ذات العلاقة بالموروث الثقافي والتقليدي والحرفي. كما تشوفوا عديد الفقرات في اليوم التنشيطي هذا، معناها فرق فولكلورية خاصة بالجهة، معرض صناعات تقليدية، أكلات تقليدية، حرف يدوية، أنشطة مختلفة كلها في علاقة بالتراث. طبعا اليوم هذا يتجاوز معناها التنشيط والترفيه الى معناها تسويق لجهه كامله، تسويق لمنطقه تزخر بالمخزون الثقافي والحرفي الثري وتبرز اهم خصوصيته، وكيف كيف تعطي فرصه للحرفيين يعرفوا بنفسهم ولما لا يروجوا المنتوج وتحللهم معناها طريق لي باش يتعودوا على عرض وعلى مواكبة مختلف التظاهرات، لأن الحلقة الأهم في ترويج المنتوج الحرفي، الحلقة الأهم في المحافظة على الموروث الحرفي والتقليدي والتراث هي الترويج والتسويق. يبقى أجريد منبع للتراث والأدباء والمبدعين على غرار آل خريف مصطفى وبشير خريف وأبو القاسم الشابي وأحمد عامر ومحمود العرفاوي وغيرهم.